بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم بحول الله اليوم توزيع وتسليم مفاتيح لسيارات النقل، حافلات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف إلى عدة جماعات تابعة لإقليم سطات. من بينها تمت بحول الله تسليم مفاتيح حافلة للنقل المدرسي إلى جماعة سيدي بومهدي، بادرة طيبة اليوم لتخذ عامل صاحب الجلالة على إقليم سطات على هذا التوزيع ديال هاد الحافلات للنقل المدرسي وسيارة الإسعاف. جلس جماعة سيدي بومهدي اللي استفدت من وعزات الأسطول ديالها للنقل المدرسي، اللي انتقل من ثلاثة ديال الحافلات النقل المدرسي اللي كانوا ودازوا، كانت السيارة الأولى كانت من المداخل الذاتية للجماعة، والسيارة الثانية والثالثة اللي كانت في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واليوم جات في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي. هذه السيارة الرابعة اللي احنا كمجلس اللي حاولنا قلنا لما لا، علاش يعني عززنا الأسطول يعني النقل المدرسي ديالنا بالجماعة، وقلنا لما لاش عدو عندنا واحد العدد ديال التلاميذ طلبة اللي غادي يتوافدوا على الكلية بسطات، قلنا لما لا نقدروا هاد الحافلة للنقل المدرسي نقدروا نخدموها لهذوك الطلبة اللي غادي يوليو ينتقلوا، اللي كاين المشكل ديال الاكتظاظ كذلك فلا في دار الطالبة ولا في الحي الجامعي ولا ما تيصيبوش هذوك الناس فين يعني تيستقروا بالنسبة للإقليم في المدينة ديال سطات. فقلنا لما لا يوليو تقريبا يوميا يوليو ينتقلوا من داخل الجامعة ويمشيو ينتقلوا يديروا الدراسة ديالهم الجامعية بسطات ويحاولوا يرجعوا في العشية. ومن هذا المنبر مرة أخرى تنحيي روح المسؤولية للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سطات على اليوم اللي يعني حيد لنا واحد 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 يعني واحد القلق اللي يعني ربما تقصنا فيه من طرف جهة الدار البيضاء سطات. وأنا أناشد من هذا المنبر وأسائل سيد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات على التوزيع اللي كان تم ليلة أمس ديال واحد العدد ديال سيارة الإسعاف، وكان حافلات لنقل النفايات، واحد العدد ديال الجماعات اللي ما استفدتش منهم، وواحد العدد ديال الجماعات اللي ربما اللي استفدت بواحد الطريقه يعني اللي كاين اللي عنده تقريبا واحد الاسطول عنده بالنسبه ديال السيارات للاسعاف او ولا حافلات النقل المدرسي، تتصيب واحد العدد ديال الجماعات اللي عندها وتتزيد مازال تتزيدها اللي عندها يعني واحد الفائض. وكاين بعض الجماعات اللي عندها نقص في واحد العدد ديال الحوايج ولكن تيتم خلاها ما يعني من هذا المنبر انا في الحقيقه اسائل السيد الرئيس كيف تمت واشنا هي يعني اشنو هما المعايير اللي خادو يعني لهاد الجماعات اللي ما عطاوهمش ولا هاد الجماعات اللي عطاهم، شنو هي المعايير اللي يعني اللي شدوها ومشاو هما باش عطاو لهاد الجماعات وجماعات اخرى اللي عدد ديال الجماعات اللي خاصها يعني عندها نقص حاد ربما اما بالنسبه في النقل المدرسي او في سياره الاسعاف او في الحافلات اللي يوزعوا. ولكن هذا في الحقيقه يعني ما تيعجبش واحد العدد ديال الرؤساء اللي كل شيء يعني انتقدنا هذه المساله هذه. وفي الحقيقه اسائل السيد الرئيس وخاصه رئيس جهه الدار البيضاء سطات واللي خاصه يعني يقول واحد التصريح في هذه المساله هذه، وخاص يكون يعني من هذا المنبر ونشد جميع المسؤولين بالنسبه لعل المسؤولين لا لرئيس جهه الدار البيضاء سطات ولا المجلس الاقليمي ولا اللي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه باش تولي يكون واحد الاجتماع في اطار هذا التوزيع ديال هذه الحافلات او شي حاجه اللي نقدروا نشوفوا هذه الجماعات اش تنقص هذه الجماعه واشنو اللي عندها اشنو نقدروا بلا ما واش واحد الجماعه عندها واحد العدد مثلا ديال النقل المدرسي وتجي تعطيها حتى نقل مدرسي اخر اش غادي دير به، وهي راها في حاجه ماسه لسياره الاسعاف اللي باش تحل واحد العدد ديال المشاكل ديال النساء الحوامل ولا المشاكل ديال اللي تينقلوا المرضى الى جميع المراكز الاستشفائيه او
أو الإقليمية. حقيقة هذا تسمى المال العام، والمشكل فيه هو أن هذا التوزيع كيف تيتم هو خاص يكون، يعني ما غاديش نقدروا نقولوا تنقدروا نزيدوا الجامعات اللي هي غنية وعندها واحد العدد ديال المسائل ديالها وتنزيدوها، وكاين واحد العدد ديال الجامعات اللي تنقدر نقول جامعات فقيره تنزيدوا فيها مثلا في الفقر ديالها، وهذا تيتم مشكل لولا ما داركش الموقف السيد عامل اقليم سطات على هذه المساله اليوم، اللي يعني بعد العدد ديال الجامعات اللي كانوا تقساو من جهه الدار البيضاء سطات، واللي عقبوا عاد يعني السيد عامل اقليم مشكور من هذا المنبر اللي يعني رد شويه الاعتبار لبعض العدد ديال الجامعات في الحقيقه اللي كانت يعني ما راضياش على هذا التوزيع اللي دارته جهه الدار البيضاء سطات. الحافلات ديال النقل المدرسي في الحقيقه هي تتحل واحد العدد ديال المشاكل، من بينها كاين عدد المشكل كان هو ديال الاكتظاظ ديال التلاميذ اللي تيتوافدوا على الاعداديات والثانويه التاهيليه في الحقيقه القريبه من الجامعات اللي تيمارسوا فيها الدراري هاد الدراسه ديالهم، فيعني وزياده على الهدر المدرسي اللي هو الآفة الكبيرة في العالم القروي لواحد العدد، وبالأخص الفتاة القروية اللي كانت مسكينة دائما في الحقيقة. الفتاة القروية لما كيف قلت فسبق لي وقلت بأن دائما لما تتاخذ الشهادة الابتدائية ديالها كل بنت الأغلبية بالنسبة في العالم القروي كانت الفتاة القروية تدوس تترتاح مسكينة تريح في دارهم وتتصبح عرضة، إما تتمشي تتصبح خادمة في البيوت أو إما في بعض المسائل الأخرى. بالنسبة لجامعة سيدي بومهدي في الحقيقة هي جامعة كيف سنقولوا جامعة فقيرة، والمداخل الذاتية ديالها محدودة، ولكن حنا منفتحين على واحد العدد ديال الشراكات ومع الشركاء ديالنا اللي بحال المجلس الإقليمي ولا جهة الدار البيضاء سطات ولا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي هي اللي تتحاول تحل لنا بعض عدد ديال المشاكل، اللي ولله الحمد غنقدروا نقولوا بأنهم استفدنا ماشي ما استفدناش في إطار بالنسبة للماء الصالح للشرب في إطار السقايات العمومية مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك مع المجلس الإقليمي إطار واحد ثلاثة ديال الدواوير اللي كانوا استفدوا من الربط الفردي للماء الصالح للشرب كذلك، وحنا منفتحين معاهم على اساس بغيناهم باش يقدروا يشوفوا كاع المشاكل اللي باقا عندنا، وحنا لازلنا تنحتاجوا واحد العدد ديال السقايات العموميه اللي باغي نزيدوهم مثلا في الدواوير التابعه للجامعه المومدي، اللي يعني مازال الناس تتشكى من هذه المساله ديال هذا، زائد المسالك القرويه اللي هي في الحقيقه مشكل كبير تاجل بعض المسالك اللي ما بقاش الناس يقدروا يعني تيستعملوا هذوك بعض المسالك اللي ولاو في واحد الحاله يرثى لها. كذلك من هذا المنبر تنعاود ناكد على اللي ما استفدناش منه هو مجلس جهه الدار البيضاء سطات الا لا غنقدر نقول الا واحد 8 كيلومترات في البرنامج ديال الشطر الاول من المسالك القرويه اللي كانت خدتها جهه الدار البيضاء سطات، واللي في الحقيقه واحد 8 كيلومتر اللي خدمتها لنا هذه الجهه، وراحنا طالبنا واحد الحاله يعني واحد المقاول اللي كان واخذ ديك الصفقه، اخر جماعه اللي كانت جات وتخدم عندها هي جماعه سيدي بومهدي اللي تخدموا في واحد المسالك ديال 8 ديال الكيلومترات، واللي تخدمت في واحد الحاله يرثى لها. هذوك الطرق عندنا تنقولوا حنا كون غير بقينا غير الطرقان ديالنا القديمه كي كانت واقيلا احسن من هذه المسالك اللي جاو داروا لنا بهذيك التربه البياضه اللي واحد الحاله يرثى لها. وفي هذا الاطار هذا رانا يعني راسلت السيد عامل الاقليم سطات على افاده واحد اللجنه تقنيه اللي غتقدر تحاول تخرج لعين المكان وباش تشوف هذيك الخدمه ديال هذيك الطرق والمسالك اللي دارت عندنا في الجامعه، اللي في الحقيقه ما يعني شي مسائل اللي ما تتشرفناش. وقلنا ولله الحمد حنا اصبحنا تنتمي لواحد الجهه اللي جهه في الوطن جهه الدار البيضاء سطات من بين الجهات الغنيه ومن بين الجهات الكبرى كيف تنقولوا، لكن للاسف اللي واحد عده طلبات اللي كنا حطيناهم لجهه الدار البيضاء سطات من بينهم كيف قلنا المسالك، ومن بينهم سيارات الاسعاف، ومن بينهم الماء الصالح للشرب، ومن بينهم النقل المدرسي كذلك، واحد عده اللي يلاه استفدنا كيف قلنا من هذا
من هذه المسالك هذه واحد 8 ديال الكيلومترات، ولكن للاسف كيف قلنا هذا هو المشكل هذا، يعني ما ما ما, ما لا مجيب لا مجيب، هذا هو اللي نقدروا نقولوا من جهه الدار البيضاء سطات. فاحنا تنصدموا اليوم على من تعطات لواحد العدد ديال الجماعات، لا نقل مدرسي من طرف جهه الدار البيضاء سطات، ولا سياره الاسعاف، ولا الشاحنات لنقل النفايات، وهذا العدد ديال هذا، وحنا اللي يعني تقصينا بهذا المنظور نقدر نقولوا تقصينا. من هذا المنبر اناشد واقول لسكان جماعه سيدي بومهدي، فاحنا تنحاولوا ما امكن تنديروا المجهودات ديالنا، واللي هما في الحقيقه راهم تيشوفوها فينا السكان ديال جماعه سيدي بومهدي، واللي تنبغيوهم هو انهم يتعاونوا معنا، يعني غير يعني ولو بكلمه طيبه، غير باننا حنا دايرين المجهود ديالنا كمجلس كنا، وتنضافروا الجهود كاملين مع بعضياتنا، وتمشوا على حسب الاولويات اللي ما تتخص الجماعه ديالنا، وعلى حسب الدوائر او الدواوير كيف تنقولوا. وحنا غاديين خطوه خطوه، وتنتمناو من الله تعالى باش يوفقنا لكل المطالب ديال السكان ديال جماعه سيدي بومهدي. كمجلس جماعه سيدي بومهدي فاتحين على جميع الشركاء، وتنقولوا على حساب الامكانيات اللي تكون عندنا حيث نحاولوا ما امكن تنقضيو بها الغرض، ولكن اللي ما قدرناش عليها تنمشيو تحلى تنطلبوها مع الشركاء ديالنا. كاين بعض الشركاء اللي تيستجبوا لنا، وكاين بعض الشركاء اللي يعني ما تيستجبوش لنا، وربما هذاك تا هو عندهم ربما غادي يكون كل واحد وكيف تنقولوا تيشكي بذنبه، الله اعلم. هذوك الناس اللي ما تيستجبوش لنا اشنا هي المسائل اللي تتخليهم يعني ما هاد الجماعه سيدي بومهدي ما تيعطيوهاش، فهذا تنقدروا تنخليو عندهم هما في الحقيقه هذا السؤال، وتنخليهم هما اللي غادي يقدروا يعطيونا الجهات المعنيه يعطيونا اجوبه عليه. واللي تنقدر نقول هو الله يهدي علينا المسؤولين لا ديال جهه الدار البيضاء سطات، ولا جميع المسؤولين اللي تنحاولوا نكونوا كشركاء معاهم، الله يهديهم علينا باش يحاولوا يشوفوا من حال هذه الجماعه حتى هي، ويقدروا يعني يعطيوها ويساعدوها ويمدوا لها يد العون باش حتى هي تصبح من بين الجماعات اللي يعني السكان ديالها يستافدوا حتى هما، وتا هما راه مواطنين وبغيناهم يتعاونوا معنا في هذا الاطار هذا.